فيلمنا النهاردة عن أسد مفترس بيجي مع العيلة في الأدغال وبيتحبسوا في العربية وما بيعرفوش يخرجوا. لكن قبل ما نبدأ يا صديقي ما تنساش تشترك في القناة عشان تشجعنا نكمل. بيبدأ الفيلم في غابة في جنوب أفريقيا ومجموعة صيادين واللي عاملين فخ لمجموعة أسود عشان يصطادوهم، واللي بيبقوا محترفين وبيصطادوا الأسود وبيبيعوا جلودهم وأسنانهم في السوق السوداء، وفعلا بيهربوا لحد ما يلاقوا الأسود وبيضربوا عليهم لحد ما يخلصوا عليهم. لكن بيقدر أسد واحد يهرب منهم، فبيروح اتنين من الصيادين عشان يصطادوه ويشوفوه لو قريب منهم، وبيشوفوا أصوات أقدام الأسد فعلا واللي بتبقى كبيرة جدا عن الطبيعي، وبيعرفوا إن الأسد ضخم، ولما بيلف واحد منهم بيلاقي التاني اختفى، وباقي الصيادين بيكونوا حملوا الأسود على العربية، وقائدهم بيسمع صوت صريخ في الغابة وبيقولوا وحش، فبيروح عشان يشوف في إيه، فبيلاقي الصياد التاني جاي وهو متصاب من الأسد، ولما بيحاول يجري القائد من الخوف بيقع في أحد الأفخاخ اللي هما نفسهم كانوا عاملينها، وبيكون الأسد الضخم خلص على باقي رجالته وبيجي يخلص عليه هو كمان. وبنروح بعدها للدكتور نات وبناته نورا وميري، واللي بيكونوا طالعين رحلة للأدغال في جنوب أفريقيا، وبنعرف إن نات كان منفصل عن والدتهم قبل ما تموت، وإنه بيحاول يقرب من بناته لأن العلاقة بينهم مش كويسة، فقدر ياخدهم ويطلعوا رحلة في الأدغال، وبيوصلوا فعلا لجنوب أفريقيا وبيقابلهم مارتن صديق نات، وبياخدهم بيته عشان يقعدوا عنده طول الأجازة، والبنات بيسألوه عن باسورد الواي فاي، لكن مارتن بيقول لهم إن مفيش هنا واي فاي ولا حتى شبكة موبايل، وبيقعدوا كلهم بعد ما بيستريحوا عشان ياكلوا، وبيبقوا مبسوطين جدا من كلامهم مع مارتن. وبيقولوا له ان قرب منهم واتكلم معهم اكتر من ابوهم اللي ما بيسالش فيهم، وبيلوم ابوهم ان ساب امهم قبل ما تموت وهي كانت مريضه، لكن نات بيقول لهم انه انفصل عن والدتهم قبل ما يجي لها السرطان، وانه بيحاول يقرب منهم على قد ما يقدر، لكن نورا بتتضايق جدا وبتمشي وميري بتحصلها، وبيبقى نات حزين جدا على علاقته مع بناته وبيلوم نفسه لانه حاسس بالذنب فعلا انه ما كانش قريب منهم ومن والدتهم المريضه قبل ما تموت. وتاني يوم بيجهزوا عشان يطلعوا رحله في الادغال، وبياخدوا العربيه ومارتن بيفرجهم على كل انواع الحيوانات والحياه البريه والمناظر الطبيعيه، وهما مبسوطين جدا، وبياخدهم مارتن عشان يفرجهم على قطيع اسود هو اللي مربيهم في المحميه، وبنعرف ان مارتن هو المسؤول عن المحميه الطبيعيه مش الاسود بس، والاسد الكبير بيجري عليه وبيحضنه، وبيجي كمان الشبل الصغير وبيلعبوا معاه، لكن بيلاقي الانثى مضروبه في رجليها من الصيادين، وباقي الاسود غضبانه جدا وحاسه بالقلق، فبيجري على العربية بسرعة وهو غضبان جدا وبيقول لنات إن الصيادين دلوقتي كل همهم يصطادوا الأسود ويبيعوا أسنانهم وجلودهم في السوق السوداء، وبياخدهم ويروحوا لأقرب قرية للمحمية عشان يسألهم لو شافوا صيادين قريب، لكن أول ما يوصل بيتفاجئ إن أهل المدينة كلهم اختفوا، فبيقولوا للبنات يستنوهم في العربية وبيدخلوا يشوفوا في إيه، لكن الصدمة إن كل أهل القرية بيبقوا مقتولين، ومارتن بيقولوا إن الحيوان الوحيد اللي ممكن يعمل كده هو الأسد، لكن أكيد إنه مش من القطيع بتاعه وأسد شرس جدا. وبيمشوا بسرعة لأن ممكن يكون الأسد لسه موجود وقريب منهم، وبياخدوا العربية فعلا، ومارتن بيبقى كل همه إنه يحذر باقي البيوت القريبة من المحمية من الأسد الشرس عشان يحموا نفسهم، لكن في الطريق بيلاقوا شخص مصاب ومجروح من الأسد، فبينزلوا عشان يساعدوه لكن للأسف مش بيلحقوا، ومارتن بيكون بعد وأخد سلاحه وبيدور على الأسد، وبيلاقي أصوات أقدامه الكبيرة جدا، وفجأة الأسد بيهجم عليه من وراه، ونات والبنات بيسمعوا صوت البندقية وبيقلقوا على مارتن، وبتنزل ميري من العربية ونات بيروح يدور عليه، لكن فجأة بيسمع صوت الأسد فبيجري بسرعة على العربية، وبيدخل العربية في آخر لحظة والأسد بيخبط في الإزاز، ولما الإزاز بيتكسر الأسد بيهاجمهم من الشباك، فبيسوقوا العربية عشان يهربوا من الأسد، لكن بسبب الخوف بيفقدوا السيطرة وبيخبطوا في شجرة والعربية بتعطل، وبيبقوا محبوسين في العربية وهم سامعين صوت الأسد قريب منهم، لكن فجأة بيكلمهم مارتن على اللاسلكي وبيقول لهم ان الاسد هجم عليه وجرحه في رجله وهو دلوقتي تحت شجره ومش قادر يتحرك، وبيقول لنات ما يخرجش من العربيه ابدا، وبيقول له نات يستخدم السكينه ويكوي الجرح عشان يوقف النزيف، وفعلا بيعمل كده مارتن لكنه بيصرخ من الالم، وبيرجع له الاسد لما بيسمع صوته، فبيقرر نات يستخدم البندقيه والمخدر عشان يروح ينقذ مارتن، ومارتن بيحذره يخرج من العربيه وبيقول له انه ما عادش شايف الاسد، وبيقول له ان احسن حل انه يستخدم البندقيه والمخدر ويضرب الاسد من بعيد، وفعلا نات بيطلع فوق العربيه بالبندقيه عشان لو الاسد ظهر، لكن ميري بتبقى عايزه تنقذ مارتن فبتخرج من العربيه وبتجري تدور عليه، فبيفقد نات تركيزه وهو بيحاول يقول لها ترجع للعربيه، لكن فجاه الاسد بيظهر من وراه ونات بيحاول يصيبه لكن مش بيقدر، والاسد بيهجم عليه والبندقيه بتقع ونات كمان بيقع وبينزل تحت العربيه، وميري بتجري عشان خايفه وبتحاول تلاقي مارتن، ونات تحت العربيه مش عارف يعمل حاجه ولا بيطول البندقيه ولا عارف يهرب، والاسد بيهاجمه، لكن نورا بتستخدم المخدر وبتفتح الازاز وبتحقن الاسد، فبيخاف الاسد وبيهرب، وبيطلع نات وبيحاول ينادي على ميري اللي بتكون وصلت لمارتن وساعدته عشان يقدر يمشي، وبتطمن ابوها على اللاسلكي وبتقول لهم انهم جايين في الطريق، وبيوصلوا فعلا ونات بيحاول يساعد مارتن ويعالج رجله، لكن الاسد بيبقى لسه بيراقبهم من بعيد والمخدر لسه مأثر عليه، ولما بيجي الليل بيصحى مارتن وبيكون لسه كلهم في العربيه لانهم خايفين من الاسد يظهر في اي وقت، وبيحاولوا يلاقوا اي حل يخرجوا بيه من الورطه دي،
وبيقول له مارتن ان الحل الوحيد يستنوا المساعده وما يخرجوش من العربيه، وبيفضلوا في العربيه فعلا وهم حاسين بالياس. وبيقول نات لبنته تسامحه على بعده عنهم وعن امهم الفتره اللي فاتت، وانه كان بيحب امهم جدا وبيحبهم هم كمان. لكن فجاه بيسمعوا صوت مجموعه صيادين بيقربوا منهم على اللاسلكي، وبيخرج نات عشان يتكلم معاهم بعد ما قال لبناته ما يخرجوش مهما حصل، وبيطلب منهم نات المساعده لكنهم بيطلبوا منه فلوس، فبيوعدهم نات انه يديلهم فلوس اول ما يساعدوه ويوصلوا للبيت. لكن اول ما يشوفوا مارتن واللي بيكونوا عارفينه وعارفين انه عدو الصيادين بيرفعوا عليهم الاسلحه وبيتوتروا. لكن فجاه الاسد بيظهر وبيهجم على الصيادين وهم بيحاولوا يضربوه لكن من غير فايده، وبيستغل نات الموقف وبيحاول يلاقي اي عربيه شغاله وياخدها ويهربوا، وبيلاقي عربيه الصيادين لكن المفتاح مش فيها، فبيرجع للعربيه وبيقول لهم محدش يخرج من العربيه وهو هيحاول يلاقي المفتاح ويرجع ياخدهم. وبيروح فعلا عشان يدور على المفتاح مع الصيادين اللي ماتوا واللي بيكون الاسد خلص عليهم كلهم. لكن فجاه الاسد بيظهر وبيكون قريب منه جدا، فبيستخبى نات لكن بنته بتكلمه على اللاسلكي، فبيسمع الاسد الصوت فبيرمي نات الجهاز وبيطلع يستخبى فوق شجره والاسد تحته. ولما بيمشي الاسد بينزل يدور على المفتاح واخيرا بيلاقيه فعلا، وبياخد بندقية من الصيادين معاه وبيمشي. لكن الاسد بيكون وصل للعربية وبيحاول يدخلها، والبنات ومارتن مرعوبين لحد ما فعلا بيقدر يدخل من الشباك وبيهجم على البنات، فبيمسكوا مارتن وبيقول للبنات يهربوا. واول ما بيخرجوا من العربية بتقع من على الجبل ومارتن والاسد جواها، لكنهم بيبقوا لسه عايشين، والبنزين بدأ يتسرب في العربية كلها. ولما بيقرب الاسد من مارتن عشان ياكله بيولع مارتن البنزين عشان يموت ويموت معاه الاسد. وبيكون نات رجع للبنات وبيلاقي ميري مجروحة، فبيحاول يوقف النزيف بالقميص بتاعه، ولما بيروح عشان يشوف مارتن بيلاقي العربية ولعة، فبيفهم ان مارتن مات وبيحزن جدا، وبيرجع ياخد بناته وبياخد العربية بتاعت الصيادين. لكن ميري بتبقى تعبانة جدا، فبيضطر ينزل نات في اقرب مكان وبيلاقي مدرسة وبيدور على اسعافات اولية، وفعلا بيلاقي وبيعالج جرح ميري بنته. وبعدها بيروح عشان يدور على مية عشان يشربه، لكن فجأة بيظهر اسد للبنات واللي بيكون لسه عايش ومماتش من الانفجار، فبيحاولوا يهربوا منه والاسد وراهم. ولما بوم بيوصل بيضرب نار على الاسد عشان يخليه يهرب، لكن البندقية بتفضى وبياخد نات البنات وبيدخلهم اوضه ثانيه وبيقول لهم يفضلوا هنا مهما حصل وما يخرجوش، وبيقفل عليهم عشان الاسد ما يقدرش يدخل لهم. وبيرجع نات للاسد اللي بيبقى مصاب جدا هو كمان، وبيحاول يستفزه لحد ما يسحبه وراه لحد ما يبعده عن البنات، والاسد بيمشي وراه وبيحاول يضربه بالسكينه، لكن الاسد بيبدا يهجم عليه وبيوقعه وبيبهدله. ونات بيحاول يعمل اي حاجه بالسكينه ويضربه كذا ضربه، لكن الاسد اسد برضه وما بيقدرش عليه نات. وبنكتشف ان المكان ده هو مكان قطيع الاسود اللي مارتن كان مدربها، وان نات كان عنده خطه وانه يسحبهم للمكان ده، فبتنزل الاسود فعلا على الاسد الغريب وبيهاجموه، وبتنجح خطه نات فعلا وباقي الاسود بيبهدلوا الاسد وبيتجمعوا كلهم عليه وبيخلصوا عليه. ونات بيبقى مصاب ومتبهدل جدا وبيفقد الوعي، ولما بيصحى نات بيلاقي نفسه في المستشفى وبناته بخير، وبيفرحوا جدا انه صحي وهو كمان فرحان بيهم. وقبل ما يمشوا بتكون علاقه نات ببناته بقت كويسه وقربوا جدا من بعض، وبينزلوا الادغال عشان ياخدوا صوره اخيره للذكرى واللي عمرهم ما ينسوها ابدا. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده، وقول لنا في التعليقات الافلام اللي تحب نلخصها. سلام.